بعد 19 عام وتحديدا بمسلسل قانون ولكن، بيجتمع النجم بسام كوسة مع مواطنته سلافة وخرجي بمسلسل مال القبان، تأليف علي وجيه ويابن الحجلي وإخراج سيف الدين سباعي، واللي رح يعرض برمضان 2023 وإنتاج شركة إيبلا. إلى جانب كوسة وفواخرجي بضم العمل باقة من الممثلين السوريين من بينهم خالد القيش. سلاف حققت نجاح برمضان الماضي وأدت دور بطولة بمسلسل ما وقف التنفيذ. أصدرت النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان قرار قضائي بمنع الممثلة ستيفاني صليبة من التصرف بأموالها على خلفية التحقيق معها بقضية غسيل الأموال. القرار القضائي صادر من النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون. القرار بيأتي بعد أيام من إطلالة ستيفاني بفيديو علقت فيه للمرة الأولى وأنها واجهت ظلم كبير جدا، ولكن واجهته بثقة وقوة لأن ضميرها مرتاح وليس هناك شيء بتخاف منه. تم الإعلان عن انفصال الفنانة المصرية صابرين عن زوجة رجل الأعمال طارق صادق جلال. صابرين قالت بتصريحات مقتضبة أنه انفصالها حدث دون ما تكشف عن أي تفاصيل، هذه مسألة شخصية وخاصة للغاية، لا أريد الحديث في أي تفاصيل لأنه أمر خاص للغاية وأتوجه بالشكر لكل من سأل عني. بعد أن اختارت بأغلب إطلالاتها السابقة أنه تكون رياضية تزامناً مع مونديال 2022، أطلت إيفانا نول بفستان قصير ومثير خطف أنظار الكثير من المتابعين وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. العديد من الأخبار انتشرت لتفيد بأصول إيفانا العربية، خاصة وأنه نول شهرة من خلال عملها كراقصة شرقية وتحديداً عام 2013. أخيراً قرر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي التخلي عن صديقته العارضة المتحولة جنسياً أنيس رو بعد لقائه بعارضة ونجمة بلجيكية التقاها بقطر. مبابي كان قد واجه انتقادات بسبب علاقته بالعارضة المتحولة جنسياً أنيس رو اللي بقيت رجل حتى عمر 16 وكان اسمه ماريو كاريزو. أما النجمة وعارضة الأزياء البلجيكية فتدعى ستيفاني روز بيرترام وهي متزوجة من الهولندي غريغوري فاندر ويل وهو لاعب بنادي باريس سان جيرمان أيضاً.